فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيات جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعواك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك.
إليك وجهت
واجعل جنانك مصيري واخدم بالإيمان الأجل. ربي يا عارف الحال، ربي يا عارف الحال، إليك المظلوم لا تجعل في حضرتنا شكيا ولا محروم. يا الله يا الله يا الله، عالم بكل علوم يا سميع المظلوم، لا تجعل في حضرتنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا الله الله، عالم بكل علوم يا سميع المظلوم، لا تجعل في حضرتنا ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا محمد رسول الله، صدقنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما جانا محمد رسول الله. بحق رجال الله أعينونا بعون الله، وكونوا عوننا لله عسى نرضى بكرم الله. صدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا بما ودارت بيننا الأكوان، شربنا ببسم الله. على محمد يا رب.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق سرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان و
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بغراس التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عن الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور خمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى أحضر العيون في مسره بشرا كاملا يزيخ الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا غياث الخلق أجمعين.
بفضلك
لك صلاة إن لم تزل أبدا عليه أرزك صلاة إن لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وسلم
صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فلما تلقت إرادة الله في العلم القديم بدهر أشرار تخصيص للبشر الكريم تقدم والتكريم، نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلكي الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المتلكي والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه لذا شرف بموت واستقراره وموضع خروجه صلى الله عليه، وقد قضت الأقدار الأجالية بما قضت وأنهرت من سر هذا النور ما أنهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه، كان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برج في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه، نورا حير الأبقار ظهوره وبهر، قد ألقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه، إن كانت الألسن لا تفي بأسر مصار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين صلى الله عليه، تبعها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه، وإن فعلنا قريب الأنقلاب عن شؤون خير الأنام، ولكن أزلي إلى تدوين ما حفظت ومن سيار أشرف المخلوقين صلى الله عليه، وما كرم هو في مولده من الفضل الذي عمى العالمين صلى الله عليه، وبكت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه، لا تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجو تسوك إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله عليه، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافي فيتروحني بروح ذلك النئيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرقت أنوار نبينا فاز ده الكون سرورا
ربيع هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول الدور مرحبا جد الحسين يا حبيب بل الغفور أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر مرحبا طول الدهور
لسان القلم أن يختم حلقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة الأبنية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم نوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمك الذي يفي المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها وحملته برعاية لك ما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حلنا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم خيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وموضوع قد به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور سرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوكة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض السماوات متضمخة بعدر الفرح ملاقات أشرف البريات ودروسه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأدهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى ملأ الأكوان
أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد حبيبي حضرة الشافي خير الثقالين خير الثقالين حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد
يا حبيبي
سلام عليك صلاة
مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل
رضا قد حضرنا في خريضة قد حضرنا مجمع الكوم الكرام مجمع الكوم الكرام ربي فاجعل وكان وقت مولد سيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموت ولادة وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محضونا مكحولا مكتوءا سرا تولى ذلك الشرف عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاع رضي الله عنهما قالت لما وردت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاع فأضع لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن خشيتني ظلمة ورعب مقشعريرة أن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاود الرعب والظلمة والقشعريرة أن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدق عن كتابة بطون الأوراق. أنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. أرى الرؤوف لا يكون ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق سهل ولمد المتم على المعنى الجزل إذا داخل المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. ولم الشفيق رحيم باليتيم والأرملة وله مآسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتيد منها فرائص الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. من نسل يتيم تأطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية. والمنفرد في خلقي وخلقي بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه ولو الأولى بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجب سهام إنانه. قد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. أوصنا مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حنان يا من يا كريم الإحسان
بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خاسيان، من ذنوب وحلال خائف لك غضبان. ربنا نسطع فيك، ربنا نسطر ذيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. خديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإنسان. يا حنان يا منان يا قديم الإنسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. فكير المخضر غائبان في الأسحار قائلا يا سنت، جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. والصلاة الدائم على النبي بني هاشم، حتى منه قائم بالعبادة صخرا. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمد يد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المكبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عنزته تحد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساك أرس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن بقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمر معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقفي سر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بمراد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه ننصب، وآخر دعوانا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم ولم يضر عليهم ولم يضلوا، تقبل الله منا ومنكم، اللهم تقبل يا كريم. حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله، حبيبي يا
رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة
لعبد الله عليك الصلاة.